السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة تشوف في اي وقت بإذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الادمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. طيب رسالة النهاردة حبايبي، رسالة هي رسالة الملاك او المرشد الروحي اللي حواليك، ايا كان ملاك او روح مرشدة. انت ممكن تكون متصل بروح الاموات، ممكن تكون بتشوفهم كتير في احلامك، ممكن تكون الطاقات الملائكية حواليك دايما من قراءة القرآن، ممكن تكون انت شخص من جواك نقي فبيتصل بيك كل كائن نوراني. فانتوا حبايب قلبي هنا اعتبروا الرسالة دي جاية لكم من المرشد الروحي، ايا كان هو ايه من الكائنات النورانية. الرسالة النهاردة بتقول لك المرشد الروحي عايز يوصل لك انك في مرحلة اعتدال، في مرحلة توازن، ما تشعلقش نفسك في تفكير خاطئ او في انك تفكر ان الشيء ده يا ترى صحيح ولا غلط. استقر بقى، انجز وكن قوي، شوف انت عايز ايه بالظبط. المرشد الروحي هنا عايز يوصل لك انك تستمع للحدس وللقلب، لانهم بيرشدوك لامر هام، لشيء مهم هيحصل قريب. محتاج توازن في العمل، محتاج توازن في مشاريعك لو انت عندك مشاريع متعددة، محتاج انك تكون مفعم بالحيوية، محتاج انك تحس ان عملك هو عمل ممتع، محتاج الثقة بالنفس لانك داخل على قفزة كبيرة في حياتك. يمكن انت شخص محتاج الايمان. خلي بالكم اللي جاي ليكم باذن الله حاجة انت هتنجز فيها، وهتستخدم حكمتك كويس قوي وتفكيرك، وهتستخدم طاقة السلام اللي جواك. داخل عليك بداية جديدة ونهاية لأمر معين. سبحان الله، دايما بقول لكم النهايات هي مجرد بدايات، يعني انت بتنهي أمر وبتبتدي أمر تاني. الحاجة اللي انت شايف انها مستحيلة او صعبة او مش نفع انها تنتهي من حياتك، لا ما تخافش، الملائكة بتساعدك هنا، المرشدين الروحيين بيساعدوك على الشفاء وعلى اطلاق سراح الماضي كله. ما تقولش ان انا مش هقدر انسى فلان، مش هقدر اعمل كذا، مش هقدر اكون في الشغل ده، بلاش طاقة انك مش هتقدر مش هتقدر مش هتقدر. انهي بقى المرحلة دي من كلمة مش هعرف مش هقدر، واعرف ان القدر بيفاجئك بحاجة كويسة جدا في الفترة اللي جاية. صمم على اللي انت عايزه، ما تيأسش، اهم حاجة طاقة الراحة النفسية، طاقة القبول، طاقة السلام، ان ده وقت نموك. خلي بالكم لما بيكون وقت نمو فبيبقى وقت الخطط العملية اللي بتنجح بشكل جيد، وكأن اني لازم تشتغل على نفسك في الفترة دي لان خططك هتنجح، او اللي انت بتفكر فيه وبتحاول انك تنجز فيه في الفترة دي هينجح، لان في هنا زي طاقة بتقولك اذا في خلال هذا الشهر ما قدرتش انك تحصل على نتيجة او تعمل خطوة في شيء معين فانت الشيء ده هيتأخر معك تاني. ممكن يكون طاقة شهر 6 بتعني لكم الكثير، ممكن شهر 6 هو الشهر اللي هيحصل فيه في حياتكم يمكن معجزات، لان دي حاجة موجودة هنا ان في معجزة ممكن تحصل معك في هذا الشهر، وممكن كمان المعجزة تحصل في العيد، ربك اعلى واعلم. ولكن هنا في شيء بيعني لشيء قدري، لشيء كان متأخر عليك، لشيء هيحصل تغيرات الى اتجاه جديد، زي مسار جديد وحياتك بتاخده. جاي لي رقم 0 وجاي لي رقم 10، وده دخول لطاقة من البدايات الجديدة. يعني كمان برضو رقم 7 ورقم 8، ودي حاجات ما بتنتهيش في حياتنا حبايبي، دي طاقة العدل،
في حاجة بتروح وتيجي معاك، وكل حاجة هتكون لصالحك. وكأن لو انت خايف على حاجة في محكمة هنا، الحكم هيكون لصالحك. انت ما تخافش، انت بس استخدم الإيجابيات، استخدم الإيجابيات. انت من جواك خايف من حد، خايف من حاجة، خايف من حكم في محكمة يجي ما يكونش لصالحك مثلا. صمم على اللي انت عايزه، واضبط النفس على الإيجابية، واعرف ان رب العالمين هيخلصك من الطاقة دي. كل حاجة جاية لك في حياتك هو العدل. انت شفت كتير وتأذيت كتير وسعيت كتير في حياتك، ومساعيك هتلاقي فيها الحصاد بإذن الله. عندما تعطي فأنت تتلقى أيضا. يعني انت لما بتدي شيء، لما بتعطي شيء، فانت بتاخد كمان الحاجة اللي ربنا اراد انك تاخدها. يعني انت بتزرع البذور، وبتاخد بعد زرع البذور ده بتاخد الشيء المقدر ليك بإذن الله، يعني بتاخد الحصاد. فما تديش طاقات الكون بانك شخص هتفشل او هتتسجن او هيحصل فيك كذا او هيحصل فيك كذا. لا، اعمل شيء مدهش في حياتك، خطط صح، لاقي الفرص اللي ربنا بيفتحها لك. واعرف ان ربنا لما بيخليك تدخل في امر في كارما او في حاجة معينة بتألمك، اعرف ان ده حاجة فيها زي تعليم، درس في حياتك، انك ما تكررش الخطأ ده مرة تانية، وانك لازم تاخد الاتجاه اللي بيوفر لك السعادة، وانك لازم تتغير بقى. اصل التغيير مش بايدك، صدقني التغيير مش بايدك. مهما حاولت تقمع نفسك او تخبي نفسك، او انك مثلا تقول انا مش هتغير، مفيش حاجة هتتغير في الطاقة دي، انا مستكفي بكده بالتخيلات وخلاص. مهما حاولت انت هتتغير، لان مش انت اللي عايز تتغير، ربنا هو اللي هيخليك تتغير. انت ما تعاندش قدرك ولا تعاند طاقة التغيير اللي جايالك. ما تقولش مثلا لا انا عايز ارجع للماضي. لا، ارمي بقى الماضي بكل ما فيه، هناك مستقبل اكثر ثراء ينتظرك، هناك مستقبل اكثر حب واكثر جاذبية واكثر روحانية وتقدم. فحان الوقت، حان الوقت انك تعمل تبع خططك الالهية اللي ربنا بيحطها لك، وتعرف انك انت اتغيرت كتير عن الاول. فتكمل في التغيير، كمل في التغيير. انت عارف من الاول ان في طاقة دخلت في حياتك علشان تغيرك، ايا كان الطاقة دي، اذا كان شخص او صديق او حبيب او اي حاجة حصلت في حياتك ادتك صدمة فتغيرت. محتاج تثق بنفسك وتسمع لقلبك وتسمع لإحساسك وتسمع لحدسك. محتاج قفزة من الإيمان. افعل ما يمنحك الفرح، واعرف ان رب العالمين جايب لك الشيء اللي انت بتتمناه، زي هدية او فرصة جايالك، والفرصة دي هتخليك يعني تشعر بالدهشة. في حاجة فاخرة، في حاجة فيها وفرة، في حاجة فيها حب، في حاجة فيها عدل جايالك. كل حاجة هتكون لصالحك، والحكم هنا هيكون لصالحك. لا تستسلم، فإن العدل ينادي، ومدام العدل نادى عليك فرب العالمين هيفتح لك من أبواب الخير. في حاجة هنا ربنا هيديها لكم حبايبي، هتخليكم تاخدوا اتجاه جديد، يكون في حياتكم طريق السعادة بإذن الله، وكأنها هدية من ربنا، وكأن القدر بيقول لك حان الوقت. ادي لنفسك الفرصة، ادي لنفسك فرصة للتغيير. ما تقاومش، ما تقاومش. على فكرة في منكم بيحاول انه يدخر اموال في الفترة دي، وفي منكم بينفق اموال زائدة، يعني كأنكم هنا في طاقة حبة منكم مش متوازنين. في اللي بينفق قوي، وفي اللي بيدخر أموال، وفي اللي متوازن. فخليكم دايما متوازنين في طاقة المال. اللي انت بتدخره وبتشيل منه، تطلع برضو منه أموال لله، علشان ده بيكون لصالحك. يعني ربنا بيزيد لك طاقة المال، ما تقلقش، ما فيش مال بينقص من صدقة أبدا. داخلين على تحدي جديد، خدوا بالكم من اي حاجة بتمضوها في الفترة دي، اي ورقة بتمضوا عليها. اعرفوا ان الحاجة في المحكمة هتكون لصالحكم باذن الله. ثق بنفسك. من المهم جدا ان يكون عندك توازن، واستخدم كل حاجة تجيلك في عقلك، اي فكرة استخدمها بحكمة،
واطلق سراح الماضي، واعرف ان رب العالمين جعل لك شيء جديد في حياتك وطريق جديد، فحان الوقت انك تستغل الطريق ده. انا خلصت رسالة حبايب قلبي، ربكم في التقوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.